بدك عريس؟ قلت له ايه. بس تمسك التلفون بتخشخش هيك زي عم تخشخش بينزلوا كل الرجال. ايه وانا بنقي إيه؟ لقيت واحد كاتب اريد زوجة بالحلال. قلت اوف صابت. لا حضرتك؟ قال لي انا من الاردن. حجزت، جبت التكت، البيبدولات، الثياب الحلوه اللي محرومتها بحياتي، وجبت له كيلو بند للعريس مشان نشرب قهوه انا وياه هنيك. وصلت على الاردن وقعدتني بالسياره انا عم ببكي.